سمعت كده حاجة ان انتي بتخافي من تقديم البرامج. بخاف من تقديم البرامج؟ تقديم البرامج، انه اتعرض عليكي تقديم برامج حوارية وان انتي بتخافي من التجربة عشان دي. انا عاصي خايفة من تقديم برنامج توك شو. لا، يمكن عندي مشاكل مع برامج التوك شوز الموجودة دلوقتي، يعني إيه؟ يعني برامج ترفيهية اوكي ما عنديش مشاكل فيها، لكن برامج اللي دايما بتنقل الاخبار سيئة وهي ما فيش اكتر منها للاسف دلوقتي، فدي اللي عندي مشاكل معاها. الاخبار الواقعيه يعني قصدك، ولا اخبار الفنانين ولا لا؟ اخبار الفنانين ما فيش مشكله، يعني البرامج الترفيهيه ما عنديش فيها مشاكل، لكن اخبار المشاكل والكوارث والبلاوي السوداء والفضايح لا لا ما تحبيش الكلام ده. لا، ولا بحب اشوفها، ولا بحب اقدمها، ولا بحب اسمع عنهم حاجه. طب احنا برنامجنا يعتبر ترفيه. لا لا، هو ده اوكي. ايه رايك طب ما تيجي تقدمي حاجه هنا كده؟ تعالي معايا، تعالي مكاني حضرتك. اقول ايه؟ سقفه يا جماعه لمقدمه البرنامج ايمان العاصي. ازيك يا ارمي؟ عامله ايه؟ مختلفه يا ده، القعده هنا مختلفه قوي يا جماعه. هتساليني سؤال ورانا النهارده يا اروى والله. ميرسي جدا. تساليني سؤال واذا عجبني هجاوب عليه، بعدين هتطلعي فاصل. اتفضلي حضرتك. شوفي يا اروى، انا عرفت من انت صغيره كان عندك عقده من حاجه معينه، فاكراها؟ عقده من حاجه معينه؟ لا مش فاكره. لا، كان عندك عقد. اللي هي ايه بقى؟ ما كنتيش بتعرفي تنامي. انا السؤال ده مش عاجبني. اعترف مش هجاوب عليه من الاخر. السؤال ده لو سمحتي يا استاذه ايمان عشان ما اسيبش البرنامج. اوكي، نشوف الصوره دي ونرجع تاني. أيوة. يا جماعه. طيب يا ستي قولي لي. انت بتقلديني يا بحاول. يا خرابي، انا شفت حته الدين سؤال، السؤال ده اتسلق وتشيل وتشيل وتشيل. ما يتسلقش السؤال ده. انا قاعده اقرا الكروب بتاعتي عماله تقرا الاعداد. ما تسالش السؤال ده. عارفه اكيد. قولي لي. بيقولوا عليكي ان انت مغروره جدا، وبيقولوا عليكي ان انت بتعاملي مع جميلك في الشارع معامله قاسيه جدا، وبيقولوا عليكي ان انت مره معجبه حبت تتصور معاكي ما عجبكيش شكلها فما رضيتيش ومشيتي. ده كله ده قريتيه فين؟ انا شفته. شفتيه شخصيا؟ ده انت بتتبلي كمان، ده مذيعه بتتبلى على الضيف. ده مذيعه بتتبلى على الضيف. السؤال ده مش هجاوب عليه، اطلعي فاصل احسن يا ايمان. يلا نطلع فاصل نرجع لكم تاني.